السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة اليوم على قناتكم ديزاتاك. في درسنا اليوم سوف نشرح عملية تفليش الهاتف جالكسي سامسونج M10. عند قيامنا بمسح أو فرمطة الهاتف من خاصية البوت، يبدأ الهاتف بإعادة التشغيل وإظهار رسالة الخطأ التالية كما تلاحظون المكتوبة باللون الأحمر في أعلى الشاشة. عند ضغطك على زر تشغيل الهاتف تظهر لك هذه الرسالة، ويبقى الهاتف يعيد في إظهار هذه الرسالة ويفشل الهاتف في الإقلاع. تابعوا معي الشرح وطبقوا خطوة بخطوة إذا واجهتك هذه المشكلة. حل هذه المشكلة ينطبق على جميع هواتف الجالكسي سامسونج. لنبدأ في شرح حل هذه المشكلة بالضغط على زر رفع الصوت والضغط على زر تشغيل الهاتف لمدة 3 إلى 5 ثواني حتى يشتغل الهاتف ويظهر ماركة الهاتف جالكسي سامسونج M10. نترك الزرين، سوف يعطينا الهاتف هاته الواجهة واجهة البوت. نأخذ رقم البينري الخاص بالهاتف كما ترون في أعلى الشاشة، هذا الرقم كما هو موضح هنا باللون الأصفر. عندما نأخذ رقم البينري نتوجه إلى موقع google.com، ثم في خانة البحث نكتب رقم هذا البينري الذي أخذناه من الهاتف كما تشاهدون، ثم نضغط على بحث، ثم نبحث عن كلمة روم، تحميل روم هاتف سامسونج جالكسي M10. إذا عند ولوجنا إلى هذا الموقع نتأكد من المعلومات، ثم نذهب إلى الأسفل قليلا ونضغط على Direct Link لتحميل الروم الخاص بالهاتف الذي نتوفر عليه والذي نريد عمل فلاش له. ثم مرة أخرى إلى موقع google.com، ثم نحمل برنامج أودين. سأترك لكم الروابط أسفل هذا الفيديو. إذن بعد إتمام تحميل الروم الخاص بالهاتف وبرنامج الأودين، نقوم بإنشاء مجلد جديد، ثم نقوم بفك الضغط على الملفين. عملية فك الضغط ملف الروم ستكون حوالي 5 أو 6 دقائق، لأن ملف الروم الخاص بهواتف السامسونج جالكسي تكون سعته حوالي 2 إلى 3 جيجا بايت. بعد إتمام عملية فك الضغط لملف الروم، نفتح برنامج الأودين.
ثم نقوم بتحديد الملفات التي سبق وأن عملنا لها فك الضغط. كل ملف وحسب اسمه كما تشاهدون. بعد إتمام عملية تركيب الملفات في برنامج الأوديان، نقوم بإيصال الهاتف مع الحاسوب عن طريق الـ USB كيبل. دقائق ثم سوف يتعرف الحاسوب على الهاتف تلقائيا، ثم بعد ذلك نضغط حوالي ثانيتين على زرين رفع وخفض الصوت. عندما يظهر لنا الهاتف هذه الواجهة نضغط على زر Start في برنامج الأوديان، وهكذا يتم تفضيش الهاتف.
ثم عند ظهور هذه الكلمة باس باللون الأخضر في برنامج الأوديان يعني أنه قد تم تفليش الهاتف وننتظر لحين أن يتم تشغيل الهاتف. تأخذ العملية من 5 إلى 7 دقائق. وهكذا أتممنا عملية تفليش هاتف الجالكسي سامسونج M10 والآن نمر إلى تثبيت إعدادات الهاتف بالطريقة العادية، تثبيت الوقت والتاريخ والواي فاي واللغة إلى آخره. وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد.